الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من برنامج الفقه حياة، ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعواتكم في هذه الأجواء الماطرة. ما أدري إذا كان غيث الرحمة عم كل محافظاتنا في العراق أو بعضها، ولكن نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، غيث خير وبركة إن شاء الله تعالى علينا وعليكم جميعا. وورد عن أهل البيت عليهم السلام أن الدعاء، وعن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب إن شاء الله. فلا تنسونا في دعواتكم. ضيفنا الكريم الذي ينيرنا دائما في هذا البرنامج سماحة السيد رشيد الحسين، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وحياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وفقتم سيدنا. الآية التي تحدثنا عنها قبل البرنامج أو مقطع من الآية، كان لديكم الكثير لتقولوه عن فلا يحزنك قولهم، والتي في أكثر من مورد في القرآن الكريم. تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع رسالة مهمة يعطيها القرآن الكريم، أنه مهما بلغت فقيها كبيرا عالما خبيرا فقيرا غنيا، سيقال فيك ما لا يرضيك، سيقال فيك ما لا يرضيك، ويقال فيك ما ليس فيك، اتهامات، تخيرات، تسقيطات، كذب، افتراء. وهذا الأمر ليس لنا، يعني ليس خاص بالناس العاديين، أنبياء الله العظام الكبار كل منهم أخذ حصته من هذا الأمر. نعم. فإنه في واقع الحال مريم العذراء، هذه المرأة الصالحة الطيبة النجيبة، تتهم بالزنا. ما كانت أمك امرأة سوء، ولم ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، يعني أنت بغية. وهكذا رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم اتهموه بالسحر، واتهموه بالأباطيل وما إلى ذلك. يوسف النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام اتهموه أيضا بأنه هم بها وما إلى ذلك. فنجد أن كثير من الأنبياء العظام قيل فيهم ما ليس فيهم. فرسالة الإسلام، أيها الناس، لا يحزنك قولهم، لا تتأذى. لا تتأذى ليش؟ أولا لا يكون حسب، لا يؤثر كلامهم فيك إن لم تلتفت إلى كلامهم. جاء رجل إلى الإمام الصادق، هذه الرواية الآن جت في بالي لطيفة. جاء رجل إلى الإمام الصادق، يا مولاي، فلان يقول عني كذا، فلان يقول عني كذا. قال له زين، أترى لو كان في يدك جوزة، أترى لو كان في يدك جوزة وقيل أنها لؤلؤة، أي ينفعك ذلك؟ قال لا، هي جوزة. قال ولو كان في يدك لؤلؤة وقالوا أنها جوزة، أكان يضرك ذلك؟ قال لا. قال إذا الواقع شوفه أنت، واقع أنت لؤلؤة لو جوزة. مطمئنة هذه الكلمة جدا سيدنا. جدا، يعني إحنا معرضين سيد مرتضى، أنت بتعرف، معرضين للكلام، حتى كلامك علي حال المتكامل يقطع ويزيف ويشهر، والتعليقات ما شاء الله السبية. هذه لابد أن نقول للمؤمنين جميعا، خصوصا المصلحين، خصوصا المتصدين، والأخص الذين في الواقع يريدون أن يسبحوا خلاف التيار الجارف. أنت لما تريد تسبح خلاف الوضع العام فلا تنتظر إلا القال والقيل. فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، لأن قولهم في واقع الحال يكون أكثره اعتباطا وأكثره تهمة وتشهيرا. إجا على حال نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان يتكلم عن ربه، يناجي ربه وهو كليم الله، فقال له يا رب أريد من عندك شيء إذا ماكو زحمة. قال له شو تريد يا موسى؟
قال أريد أن لا يقول الناس في إلا خيرا. نعم. أن الناس لا يقولون في إلا شيء زين، وما أحب الشيء يعني. قال يا موسى أتطلب شيئا لم أجعله لنفسي؟ الله أكبر. أنا هذا الشيء من الصبح لليل. قالوا على الله ما قالوا. ما قالوا أحسن. يقولون أن له ولد، يقولون أنه ما أدري عنده شريك، يقولون يده مغلولة. قالوا عني بل ينكرون وجودي. الملحدون ينكرون وجود الله. فإذا أنت تريد هذا الأمر، أنا هذا الشيء ما وضعت لنفسي، فاعلم يا موسى أن الناس لن يرضوك، فلا تنتظر منهم الرضا. واقع. ولذلك هذه رسالة لكل الشباب المتدين. أنا تجيني رسائل يعني شباب عامل فاعل في أوساط الجامعات والكليات، يقول سيدنا هواية يتنمرون علينا، هواية يتكلمون ويسقطون فينا ويسخرون منا. لا يهمكم ما دام الله راضي عنك. لا، ما دام أنت رؤيتك واضحة، ما دام عندك مستند عقلي وشرعي وعلى حال عرفي، فلا يضر كما يقال فيك. فنحن في واقع الحال حتى الآن، أحد الأخوة كان كاتب لي رسالة، شنو اللي خلاني هالآية تجيب بالي؟ نعم. واحد كتب لي رسالة قال سيدنا أنا بداية رمضان تبت، كان سامع السحجاية ما أريد هذه تفاصيلا. نعم. قال تبت إلى الله وأنا فعلت ما فعلت، ولكن أبدأ بداية جديدة. كل أصحابي الآن يتنمرون علي ويتكلمون علي، وأنت كذا وقشمروك الأمامنة وقشمروك الكذائية. قلت له حبيبي أنت مقتنع الطريق اللي الآن؟ قال نعم، هواي مرتاح، ذكر الله واقعا اطمأننت من خلال القضايا اللي كانت فيها أمور فيها نوع من على حال رباكات وقضايا نفسية، ارتاحيت منهم. قلت له لا يهمك. وهذا المؤلم أستاذ مرتضى، المؤلم أنه الإنسان أنه حسناته تسلب منه، حسناته تسلب منه، وسيئات الآخرين ماذا تحسب عليه؟ أحيانا حسناته تعد عليه مثالب سيئة. مثالب أحسن يعني. شوف أنه هي إقبال الدنيا على أحد وإدبارها الشكل، لو أقبلت الدنيا على أحد أعارت بل سلبته محاسن نفسه، وإذا أدبرت عليه الدنيا سلبته محاسن. فعلى حال شبابنا أحبتنا أيها الصائمون أيها المتدينون، اعلموا أن القرآن الكريم يعطينا هذا النوع من الاطمئنان. لا يحزنك قولهم سواء في الحياة الدنيا أو في أمور أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. اللهم آمين. وليتك ترضى والأنام غضاب، ما دام الله راض عنك فليغضب من يغضب وليسخر من يسخر. نوصي أنفسنا أولا. شكرا جزيلا لسماحة السيد رشيد الحسيني على هذه الإفاضات المهمة. إذن الآن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخوتي الأفاضل أخوات الكريمات من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو اللي راح تظهر على الشاشة لطرح أي سؤال مرتبط بشهر رمضان، أي سؤال له علاقة بالفقه وبشهر رمضان، وسماحة السيد هنا للإجابة عليه إن شاء الله تعالى. طبعا وردتنا مجموعة من الأسئلة، منها ما هو عبر رسالة صوتية، ومنها ما هو مكتوب عبر تطبيق المجيب. أيضا طبعا نذكر أيضا بأن تطبيق المجيب هو يعني دائما يستقبل استفساراتكم وأسئلتكم. عندنا اتصال من منو؟ أم رياض أختي الكريمة، تفضلي. تفضلي أختي الكريمة. أيوه. حياكم الله، يا اهلا وسهلا سيدي. تعال عندنا. تفضلوا. تفضل. انا مريضه. نعم. عندي ابو، عندي رده، عندي ذبحه. نعم. وانا اللي كنت بيه وكلنا مسامحه فينا عليه. نعم. الربو الربو شويه ما اقدر بصف البخاخ، بخاخ منها لان امشي ما اقدر اختلف حتى بالصلاه. نعم. اقول انا بسالك عن البخاخ يفطر. يعني انت اصلا الصومين حجيه؟ هسه انا صايمه، عندي صاغه على روحي صايمه. فد البخاخ شويه صعوبه عندي حتى لو ما اقدر ارسل اعتب وربحي واقول. شكرا للحاجة ام رياض، الله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. هاي هم رساله رائعه للشباب اللي بعده بحاله ويتذرع ب
أسباب واهية وأحيانا ما إلها وجود أساسا. الحاجة أم رياض مبين من صوتها امرأة كبيرة سن وعدها ذبحة ومشاكل بالغدة وعدها ربو ومستمرة بصيامها وتسأل البخاخ إلى علاقة أو لا. الله يوفقها ويحميها ويحفظها إن شاء الله. عندنا اتصال من منه؟ زينب أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أخوي سيد؟ تفضلي أختي. سيدنا السلام عليكم. تقبل الطاعات. السلام حياكم الله تفضلوا. سيدنا أنا صار عندي حمل تقريبا شهر ونص. السلام. والطفل يعني صار بدون إرادتنا. نعم. وورا شهر ونص يعني أشتغل ببيتي عادي. قام ينزل علي دم. راجت الدكتورة. قالت لي الطفل مهدد بالسقوط. يعني ظلت هاي الفترة كلها أني أغسل بس استحاضة أو أصلي. بس البارحة نزل علي دم تقريبا الساعة 9 بالليل نزل علي دم كلش هو يومين ينزل الدم بس أحمر أسود كلش أسود قطع. بس البارحة نزل دم هواي وكثيف أحمر لمدة يعني ساعة هيش وانقطع. من البارحة لليوم بس يصب قليل. يعني هو الطفل أني أصلا ما رأيته واستشرعت عندي عدة أمراض وخفنا نشوه لأن أنا عندي قدة وأخذ ثيروكسين وهاي الأشياء شوه الأطفال. فمكتب السيد من خابرنا أنا قال ما يجوز لكم تسقطون الطفل. ظليت رقم هذا الثاني بس الصيام. اليوم تقريبا فطرت لأن دمه هواي باحة وما عرف أنه يعني نزل الطفل ما أعرف مثل كل يوم استحاضة وظل بحيرة من أمر يا سيد. يعني لا أقدر أنزل الطفل الآن لأن حرام ولا هو الطفل نازل وخاف أسوي أي شيء وخاف الطفل يسقط وسرد ظلمتي وظل بحيرة من أمري. الله يبارك فيك. شكرا أختي زينة. تحياتنا لحضرتك. شكرا جزيلا. لأن هذا السؤال بمجموعة تفصيلات سيدنا فشنو رأي جنابكم لو نجاوب عليه وبعدين ننتقل لبقية الأسئلة. أنا ما أحفظت كل هذه التفصيلات بصراحة. شوفي أختي الكريمة أولا أنت تقولين أكو يعني دم خثر كأنما قطع من الدم وليس دما عاديا دم أسود وحسب كثيف كثيف. هذه ليس معلوما أنا واقع الحال لابد أن تراجعين دكتور تسوي السونار شوفين أنه لا زاد الطفل أو نزل. على أي حال الله يسلمك ويسلم الجنين ولكن عموما هذا ليس حيضا حتى تمنعين أو يعني تفطرين فإنما هذه استحاضات شديدة وقوية ويسموه تنزيف. فعلى حال اليوم أنت فطرتي لأن تقولي أنا كلش حسب تعبيرنا ارتبكت ومرتاحيت وكذا فهذه إن شاء الله تعالى ما عليك شيء وتقضينا هذا اليوم. ولكن أنا أنصحك اليوم بعد المغرب تروحون للطبيبة تسوي لك سونار شوف الوضع العام وإن شاء الله تعالى ليس هناك إلا الخير والعافية لك إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا. أنا واقعا أشيد بالأخت الكريم مع كل هالصعوبات والتخوفات. شوف أخ مرتضى القضية مو سهلة تقول أنا عندي مشاكل خايفة تشوهات الطفل بس تسأل مرجعها يقول ما يجوز إسقاطه خلاص. شوف التسليم الإلهي تسليم هؤلاء مسلمون بأمر الله يقول خلاص حتى لو مشوه حرام ما إحنا نتحمله حتى لو يجي مشوه نتحمله. هذه وصافا يحتاج إلى إشادة جزاكم الله خير على التسليم الإلهي على الالتزام ولا آخرين يفكروا أنه إذا أجوا مشوه أن شو راح تحمله كذا فأسقطه وخلاص. بس يظهر عائلة متدينة الله يوفقهم. اللهم آمين. شكرا للأخذ زينب وأيضا نشيد بيها وبموقفها الله يحفظها. اتصال من منه؟ نور أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا البارحة اتصلت بخصوص يعني جدتي لأنه مريضة. نعم. قلت بخصوص عورتها أنه صير نعم. أو لا فالسيد جوابني أنه من ناحية الصيام ما يأثر علي بس من ناحية أنه حلال وحرام أنه أما مثلا أنظر بدون ما ألمس أو ألمس بدون ما أنظر مقدار الضرورة ضرورة. زين السيد هي يعني شلل عام وعدها تقرحات يعني بمنطقة المقعد بالضبط يعني فأنا ما أقدر لازم إلا ألمس وأنظر يعني لأنه فمقدار الضرورة الآن نعم. فمقدار الضرورة يتيح لك الأمرين يعني صح سيد؟ شكرا جزيلا أختي نور. واضح سؤالك إن شاء الله. إن شاء الله أيضا يعلق سماحة السيد علي بعد قليل. حسين تفضلي أخي حسين. نعم رحم الله حياكم الله. تفضل عزيزي أنت بس تصلنا صوت التلفزيون إذا أمكن أكون ممتن.
تفضل يا حسين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال يا مسين. تفضل يا عزيزي. عند اخوي عمره 45 سنه. نعم. وما صايم دوم، بس حالته الماديه تعبانه كلش. نعم. اريد استفسار على هذا. هو يعني على قيد الحياه؟ شنو ربط؟ اي على قيد الحياه. شنو ربط الحاله الماديه بالصعده بالصوم؟ السيد يقول شنو ربط الحاله الماديه انه هو ما صايم؟ شنو علاقه هاي بهاي؟ ما عنده يعني يشتغل عماله هو وما عنده. ادري الصوم شنو ربطه حبيبي؟ يعني انا اليوم جمعه وانا قاعد ما اصوم، شنو ما اصوم؟ ليش ما اصوم؟ ما اصوم. فاذا عاصي. ما بتستفسر يعني شنو هذا؟ ان شاء الله بخدمتك. شكرا لك على اتصالك اخ حسين. يعني اعتذارات في غير محلها. نعم، اعتذار في غير محله. يمكن هو سامع من اخوه هذا السبب فنقل له. الان يابا، الان احنا عطله او ما حصل الشغل، يعني ما لازم اصوم؟ شنو؟ فاكو شيء اسمه التهاون بامر خلاف هالبنت شوفها. نعم. هذا اللي نجي نشوف المفارقات العجيبه. انا ان شاء الله اعلق على. وايضا الحاج ام رياض اللي بالبدايه تحدث. احسنت مره كبيره مع كل هال. ابو سجاد اخوي الكريم تفضل عزيزي. حياك الله والديك. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد رشيد أردحاكي. السيد يسمعكم. نعم تفضل. حم الله والديك سالم. سيدنا العزيز حم الله والديك، أنا مريض. نعم. أنا عندي سكر وضغط. زين. أنا هاي يعني مستمرة من زمان، عندي صارت قبل تقريبا 6 سنوات وأنا ما أصوم، بس أنا شنو يعني أنا معيل ببيتي وأشتغل وأجيب لهم يعني الأكل، والله حتى بالبيت يعني أساعد. علي حرج بهاي السالفة؟ زين. سؤال أخي أبو سجاد بعد إذن سمعت السيد. أنت جربت نفسك صمت؟ صمت يعني تقريبا له 12، قبل 12 يصعد ضغطي لأن لازم أشرب ماء. زين. يصعد ضغط يعني لدرجة بعد ما تقدر تكمل بيها لو شنو؟ ما أقدر أكمل، سكري ضغطي صعد لازم أشرب ماء. واضح. أي والله. تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد بعد قليل. تحياتنا لحضرتك وشكرا على اتصالك الأخ أبو سجاد. ناخذ اتصال اخر. ام مرسلين اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علينا وعليكم اختي، الله يحفظك. سيدنا، انا بنتي عمرها 3 سنوات ونص وتوفى، استحقتها سياره وتوفت. لا لا لا. وهسه فاحنا يقولون ما يصير تسوين ثواب إلها، ولا 40 ولا مثلا قراية وحشة برمضان نريد نقرأ، يقولون شي ما يصير إلها. نعم. هذا السؤال، شكرا جزيلا سيد. الله يعطيك الصبر. الله يصبركم ويعينكم. رحم الله والديك. يصبرنا على المفتين اللي يفتون لنا دائما. لا اله الا الله. من وين هالاحكام جايبيها الاخوان؟ زين. شكرا للاخت ام مرسلين، تحياتنا لها وان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه السيد. الاخت الكريمه الاء اختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدر أحكي ويا السيد؟ تفضلي أختي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله. سيدة ما عندي سؤال، بس طالبة من عندك، عندي شغلة دعاء، عندي طمعت الدعاء، عندي شغلة مستعصب. الله يفرج عنك إن شاء الله تعالى وقضى الله خوارجكم. يذكرني بصلاتك. الله يريح بالك إن شاء الله. الله يريح بالك. شكرا أختنا آلاء، تحياتنا لحضرتك ومع ألف سلامة، وإن شاء الله يدعو لكم سماحة السيد كما طلبتم بإذن الله تعالى. ومع عبد الله أختي الكريمة تفضلي. بس نصينا صوت التلفزيون أختي أم عبد الله. إيه نصيته. نصيته تماما، تفضلي حياكم الله. تفضلي يا ام عبد الله. الو الو. نسمعكم، تفضلي اختي. يا اهلا وسهلا. احكي يا سيد. يسمعكم السيد، تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام، حياكم الله، تفضلوا. سيدنا اني طرحت قبل 4 اشهر. نعم. وعندي فقر دم. وهسه انا حامل بجديد لي شهر ونص. بالسلامة. ورحت للدكتور. وقالت لي يعني عندك فقر دم وصرت لي اوبر وهاي، قالت هم انا مهدد الانقاذ. نعم. صحيح. وما صايمه يعني. نعم، الطبيبه قالت لك ايش بتقدرين؟ ياثر الصوم يعني؟ لا ما قالت لي، بس هي اعطتنا علاج بعد 3 مرات تاخذيه باليوم. نعم، هذا العلاج ممكن تاخذيه من الليل للسحور لو ما ممكن؟ لا والله مثبت ما اتصل. نعم. نعم. اي والله، فاريد يعني السيد يقول لي.
تسمعين إجابة سماحة السيد إن شاء الله. عندي سؤال آخر أختي أم عبد الله؟ لا يا بك. حياكم الله، شكرا لحضرتك على اتصالك. مكملين وياكم مشاهدنا الكريم ضمن حلقة هذا اليوم، ناخذ اتصال أخير حتى نجاوب إن شاء الله على أسئلة الأخوة والأخوات. اتصال من منو؟ رسالة صوتية نسمع. السلام عليكم سيدني، شلونك شلون صحتك؟ أنا حسين من أهل الحمزي، أنا مريضة عندي مرض بالأمعاء مال تدوم دائما عطوب وما أقدر أصوم، نصومة تخربط يدق الهوى علي بعد ما أقدر أتنفس. نعم، شنو الحل؟ ترد لي. شكرا أختنا الكريمة، والله يمن عليك بالسلامة والعافية. عندها صعوبة تصير بالتنفس بسبب مرضها إذا صامت. شكرا جزيلا للأخت الكريمة. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات لضيق الوقت المتبقي، ونبدأ بطرح الأسئلة على سماحة السيد الكريم للإجابة عليها. الأخت الحاجة الكريمة أم رياض اللي مريضة بالذبحة وعندها مشاكل بالغدة وربو، مع ذلك صايمة، وتقول أنا أسأل عن البخاخ لأن ما أقدر بدونه. أحسنتم، الله يعطيه العافية بحق محمد وآل محمد. اللهم وأنا ذكرت يعني في عدة مناسبات أنه البخاخ لا إشكال فيه. نعم، استعمال البخاخ للربو أو استعمال هذه الأجهزة للمساعدة على التنفس لا إشكال فيه، حتى لو كان البخاخ فيه مواد يعني دوائية تدخل إلى القصبات حتى توسعها ما في مشكلة، لأنه ليس من الأكل وليس من الشرب، وإنما على حال يذهب إلى غير المريء يعني إلى الرئة، والرئة على حال لا إشكال في أمر يدخل فيها. على حال ماكو إشكال وصومك صحيح، وادعينا أم رياض، ادعينا ويدعي للشباب والآخرين الله يهديهم يصوموا. اللهم آمين. شكرا للحاجة أم رياض، والله يوفقها ويحفظها إن شاء الله. سيدنا الأخت زينب، حضرتك جاوبتها اللي هي تعاني من نزيف، الله يمن عليها بالسلامة والعافية إن شاء الله. الأخت نور وجدتها ويعني الحالة الضرورية اللي تمر بها، يعني من نتكلم إحنا يعني لا تتصوروا أن كلامنا جاء أقول الضرورة تقدر بقدرها، إذا أكو ضرورة أنا بس ألمس فما يجوز أن أنظر، إذا أكو ضرورة أنا أنظر ما يجوز أن ألمس، إذا أكو ضرورة كلاهما يعني اثنينات لازم أشوف ألمس، فأنت مضطرة. عندها تقرحات هاي يسموها تقرحات السريرية اللي نعم سبب الشلل اللي هي بي. نعم، النوم هذا الرقود هذا المتواصل أكو مشاكل، فلا إشكال في ذلك يا أختي يا بنتي، والله يعافيك ويسهل يفرج عنك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، شكرا جزيلا. وما أوصلها برحمها الأخت نور، الله يحفظها إن شاء الله. واقع. أنا لين عايش بعض هالحالات هذه أدري عظمها وكبرها، والقرآن هم يتعرض إلى هذه، القرآن يتعرض إلى هذه. القرآن ما يقول لك أنت أبوك عمره 30 سنة و40 سنة ويشتغل لا تقل له ما أوف، على شنو تقول له أوف؟ هو جاي يجيب لك يوكلك يشربك هو. إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر لما يصير كبير والزهايمر ويصيح ويعيط ويسب ويشتم. واقع واقع. أستاذي في اليوم من الأيام سنة من السنين خابرني أستاذي الله يعطيه العافية وهو آية من آيات الله، زين، قال لي سيدنا أرجو دعائك. قلت له شنو مولاي؟ قال والدي أصبح مزعجا ولكن لا أستطيع أن أقول شيء، إذا طلعت أوف من عندي أنا، فبعض الأحيان يقول أنا أملخ بنفسي أملخ بلحيتي. هذا الجهاد، جهاد النفس هو هذا. أنا ابني أبوي كبير ومزعج يصرخ ويسب ويشتم وكذا، لازم أقول حبيبي خدمتك شو أسوي، لأن هو يا ما تحملنا وإحنا أطفال فهو ردين يا سيدنا. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ حسين أخوه 45 سنة ما صايم وربطها بالفقر والعوز المادي. مولانا هذه تبريرات للأسف بعضها أصلا حسب تعبير النجفيين يقول ما تترقع يعني. نعم، قضية ما تترقع. شنو يصوم؟ والله سيدنا عوز مالي. أي هل الصوم واجب على الأغنياء فقط؟ تقول لي لا، أريد أسأل سؤال. هو 45 سنة ما صايم والآن يدي يسأل. من أول سلام عليكم. عليكم السلام. يا أبا أنا لازم أشتغل، إذا ما أشتغل ما أقدر أجيب خبز الأهلي،
فأشتغل بأجر يومي يا سيد، شنو اللي أسوي؟ أسأل. لا يسأل، لا أخوه متصل، هو ما متصل أصلا، مو يم السالفة أصلا، لا يم الصوم ولا يم رمضان، أخوه محروق قلبه عليه، يقول أنا أخاف على أخوي. فشنو وظيفته؟ كان يتصل يقول سيد أنا أشتغل وبأجر يومي، إذا أصوم ما أقدر أشتغل، وإذا أشتغل ما أقدر أصوم، شو أسوي؟ هنا نحن نجيب لهاي القضية اللي بيناها كم مرة، مش قلنا أن تطلع من البيت والتصايم، تطلع من البيت والتصايم تشتغل ساعة نص ساعة ساعتين، صار عندك إرهاق راح تطيح، وحسب تعبيرنا أنه قام يتغوش أمامك الكذا من العطش والجوع، كل لك لقمة واشرب لك كاس ماي، أبقى شنو؟ ممسك واشتغل وهكذا، ويقضي هذا اليوم في ماذا؟ وقضي في الشتاء، قضي في وقت آخر. أما جنابك مولانا الأجل، كل هالسنين ما صايم والله لأن عوز مالي، هذا لا يكون. ورب العالم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مو بس الأغنياء ولا بس ميسوري الحال يعني. أحسنتم سيدنا الكريم. أبو سجاد مريض بالسكر والضغط ويقول ما أصوم لأنه بسبب المرض اللي يا يعني. أخي الكريم يعني الله يحفظه ويقول أساعد أهلي وأساعد العائلة. حبيبي هذا مسؤوليتنا إحنا، يعني الإنفاق على العائلة والعمل العائلة واجب كل إنسان، مو أنه أتمنى عليهم، هي هذه مسؤوليتنا. ولكن لا تنتظروا مني، خلينا نقولها بداية رمضان هم قلتها والآن هم أقولها، لا تنتظروا مني أنا أقول لك حجي ما يخالف أفطر أبدا، ما أقول ولا أقول لك صوم أصلا. ليش؟ مو شغلي. الفقهاء ليس شغلهم أن يقول أنت صوم أو أنت أفطر، هذه خلي يوضح للقاعدة، أن يوضح للحكم. نعم. وموضوع الحكم، موضوع الحكم شنو؟ من لم يكن مريضا، من لم يكن الصوم، من لم يكن الصوم مضرا، من كان الصوم على حال لا يمنعه مانع. إذا أنت في الواقع الصوم يأذيك، بينك ما بين الله، وتصلك يعني الضغط مالتك يصعد اللي ما تقدر. عندي أظلام واقعا، عندي بعض أخواتي وطالب عندي دائما حسب تعبيرنا الضغط معلك، بس الناس يعرفون شو يأخذ حبايته قبل السحور مدري إيش، بس أكو شيء اسمه يلا أنا عندي ضغط. إحنا ما نقدر نحكم سيدنا على متصل. لا 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 لا. بشكل عام. أتكلم بشكل عام. استغفر الله، بشكل عام. نعم. ممتن للأخ اتصاله واستفساره، بس أقول لا يمكن لي أن أتذرع بأمور أنه لابد من أن نجد ونجتهد حتى نطيع رب العالمين. شو نقدر نطيعه؟ هذه بعد كل واحد. إذا ما يقدر هو معذور. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص. بس خلي تبريرة وياه، يعني يقدر يواجه رب العالمين. أحسنت. أنا ما أقول له، ما أقول له حجي أفطر وما عليك شيء، لا ما أقدر أقول له، ولا أقول لك صوم. أنت قدر المواقف بينك ما بين الله. فإذا وهذه لكل المتصلين اللي اتصلوا على هذا الجهاز. فإذا كان الصوم مؤثر بشكل واضح على صحته، إذا كان يعني الصوم يضرني، صوم يضرني سيدنا أنا يضرني بيني ما بين الله، خلص. أحسنتم سيدنا الكريم. أم مرسلين بيتها فقدتها، عمرها 3 سنوات ونص، وتسمع من الناس أنه ما يصير تسوي لها عزاء أو تذكرها. السؤال يا أخ مرتضى، يعني إذا واحد يسوي عزاء شنو ما يصير؟ يعني حرام واحد يقعد عزاء؟ يسوي خيرات، يطي مبرات ويطي صدقات بروح الميت، حرام الخير؟ حرام الخير؟ هذا الكلام والله ما يصير. ليش ما يصير؟ ابنية واحد يقول يا أبا هذه ما مكلفة شرعا، فما مكلفة ليش تسوي لها؟ أريد أسوي لها، أريد أريح بالي، أريد أنا هاي الطفلة على حال أسوي باسمها. شكري. لا إشكال في ذلك، افعليه وكرريه وزيديه، ما في أي مشكلة. ولا تستمعي إلى هؤلاء اللي يجلسون مجلس المفتين. وأقول كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت آلاء طلبت من جنابكم الدعاء سيدنا لحالة ما. اللهم بحق محمد وآل محمد، بحق هذه الساعات الطيبة من
أي من غروب شهر رمضان المبارك، اللهم أرح بالها، أرح بالها، أقضي حاجتها، أكشف همها، كانت مهمومة. نعم. صوتها كان مهموم، اللهم أكشف همها وغمها وأعطها سؤلها وجميع من سألنا الدعاء والزيارة. أحسنتم سيدنا، ونسألكم الدعاء. أم عبد الله أجهضت قبل 4 أشهر وهي عندها يعني فقر دم، والآن حامل صار لها شهر ونص، وأيضا تسأل عن تكليفها بالصوم سيد. هذه خايفة على الحمل. نعم. خايفة على الحمل، تقول أنا ما جاي أصوم لأن خايفة، وعندها أدوية. الأدوية طبيعة الحال بعض الأدوية يمكن إنسان يتعاطاها في الفترة المسائية، بس تقول أنا لا، أنا مثبت للطفل وكذا. فإذا كنت تخشين على الجنين خشية حسب تعبير معتدة بها يعني حقيقية، والأدوية أيضا مبرمجة بشكل لابد أن تأخذها في أوقاتها، فلا إشكال في ذلك على أنه تتعالجين وتفطرين، ولكن هذا الأمر أيضا يرجع إلى واقع الحال بالنسبة لك. وبعدين تقضي سيدنا بلا إشكال بدون كفارة، إذا معذورة بدون كفارة. نعم. حسنتم. الرسالة الصوتية كانت من الأخت أم حسن من الحمزة، من منطقة الحمزة، تقول مريضة بالأمعاء ومن أصوم ما أقدر أتنفس، يعني بشكل عام وضعها، تقول أنا بسبب مرضي مرهقة جدا بحيث من أصوم حتى ما أقدر أتنفس. أيضا الأخت ما أقدر أقول لها صومي أو لا صومي، أقول أنت يا حجية بينك ما بين الله، جربي صومي يوم، ولكن مو مع الواحد حسب تعبيرنا شوي بطنه توجع يقول ها شفيت أنا سيدة كلش وضعي مو زين، أو شوي راسه يدور، إحنا راسنا يدور وبطننا هم حسب تعبيرنا توجعنا، ولكن في النهاية أكو شيء شوية لابد إنسان يتحمل الصعوبة. الله يعافيها إذا كان الصوم مضر لها بينها بين الله فهي معذورة، وإلا فلا بد الإنسان على حال يحاول في طاعة الله. سيدنا، من كان الصوم مضرا له فحرام عليه أن يصوم؟ إذا كان الصوم مضر، لا مو مضر، الضرر، لا ضرر معتد بي، أحسن ضرر يعني مهلك. نعم مهلك. إذا كان مثل أمي الله يعطيها العافية وأمهات المؤمنين، أنا إذا تصوم يعني عينها تروح، فهذا حرام عليها، عينها تروح يعني ينزل عليها المدري، إن أنا حرام لأنه فيه ضرر معتد به وغير قابل للجبران. أقول لا شوية رأسي وجعني، هذا ضرر بس وجعان الرأس مو مهم، أو هذا يشرب جقاير يقول سيدنا أنا أدوخ وأصير عصبي، فهيتحمل تحمل هذه الأمور، ليست من الأمراض المانعة. طيب هي الأسئلة انتهت سيدنا، ولكن لا بأس بإشارة بالنسبة للإخوة اللي عندهم أعذار تمنعهم من الصوم. البعض يعتقد أنه صار بإمكانه أن يأكل ويشرب أمام العامة وفي العامة كل مكان أحسنت. ويدخن بالشارع، تفضل سيد. شوفوا عندنا روايات عديدة يعني وردت عن الأئمة الأطهار أن لرمضان حرمة، وحرمة رمضان أن نحافظ على أجواء الناس صيام، فلا بد أن لا نتجاهر بالإفطار حتى لو كنا مسافرين، حتى لو كنا مسافرين. أنا جاي للنجف جناز حسب تعبيرهم، جاي بجنازة وجاي ومفطر، لا يجوز لك الإجهار بالإفطار، أكو روايات في ذلك. فحتى المريض، ولكن أن شنو، ليس التجاهر بالإفطار، بل أكو هناك روايات والفقهاء يفتون عليها أنه حتى لو ثبت أن صومك باطل، حتى لو ثبت لك أن صومك باطل لأي سبب من الأسباب، لا تأكل، أبقى ممسك. حكم الإمساك بالنسبة للمؤمنين في رمضان في حالة من التجديد. فأرجوكم يعني حتى الإخوة اللي يقلدون مراجع يفتون بعدم ممنوعية السيجارة. نعم. السيد الشهيد رحمه الله سيد محمد الصدر عنده أنه السيجارة غير مفطرة. نعم. ما يخالف، بس أنت تدري الجو العام المؤمنين، ومشهور الفقهاء، مشهور فقهاء يعني 90% 95% من الفقهاء يقولوا بمفطريتها على سبيل الاحتياط الوجوبي، فليس من المناسب أنه أنا بجقارتي والله لأن أنا أقلد فلان أو هذا، ليس مناسبا وليس صحيحا في أجواء رمضانية. نعم. بينه وبين نفسه في مكانه لا بأس، ولكن بلي مجاهرة. بلي بلي بلي. نعم. أحسنتم.
سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان والاحترام على كل ما تفضلت به على امتداد وقت هذه الحلقة. شكرا. الله يبارك فيكم، حياكم الله. أسألكم دعاء لنا ولكل مشاهدينا. احنا عليه حل، نعتذر اليوم حلقتنا متأخرة بسبب الأمطار، بس الحمد لله مشت. الحمد لله، الله يوفقكم ويتقبل منكم إن شاء الله سيدنا. اعتذار سماحة السيد أنا أيضا أوجهه للسادة المشاهدين الكرام، لأسباب خارج عن الإرادة ما ابتدأ البرنامج في وقته المحدد. لنا لقاء إن شاء الله يوم غد، شكرا جزيلا إن شاء الله تعالى يوم غد. شكرا جزيلا لكم، في رعاية الله وحفظه.